استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة والخاصة واتخاذ تدابير وقائية استباقية في ظل انعطاف الفضاءات العامة اطلق بوابة إلكترونية على الأطفال عبر الإنترنت مشروع مشترك مع مجلس مراقبة الإنترنت ومنظمة الأمم المتحدة تطبيق واحترام الاصلاحيه بالتمارس كورونا بشمكه عبر الهواء الخاصه